لاعب معار في دوري ابطال اسيا ولم يلعب على مستوى الدوري. محاولة الآن أحمد خليل الكرة معه يحاول يمر يضبط كرته يحاول يعدي محاصر عدى من الأولاني يا سلام عدى من السعدي طلع جول مش معقول هذا هو الجول اللي مش معقول كرة بعرض الملعب أحمد خليل يا معلم يا سلام سلم على أحمد خليل عدى بحرفا عدى بحلاوة عدى بامتياز عدى بذكاء عدى بفطنة وعدى بقيمة اللعيبة الكبار وطلعها بعرض الملعب لجرافيتي اللي يسجل وبالتالي هنا طبعا ماكينة التسجيل الأهلاوية جرافيتي اللي كان قد سجل أربع أهداف قبل هذه المباراة يسجل ويبتدع التسجيل أحمد خليل شوف المعلم شوف شلون يا ولد عدى من علي السعدي عدى من علي السعدي وعلى طول شوف المتابعة كذلك والرقابة والحضور والامتياز والانطلاق لجرافيتي يا ولد على هذا هو العملاق الأسمر اللي معنا في الصورة إذن أسمر بأسمر ويا عيني على الأسمر ويعدي أحمد خليل على يعني على الوحدة ونص بصراحة أخذ علي السعدي.